كيما قلت لكم درك انا بالنسبه ليا اونيتمون في عائله البغال سي هو ابغلهم، يعني في عائله الدواب هو الداب فيهم. يعني والله نو كومنت حق من سماه محمد، مي على بالكم باللي مي ما اون بو با كاليفي اوف ما قدروش اون بو با ما ننجموش ما نقدروش ما بون ما نقدروش واش نقول لكم سي والله نو كومنت. يعني الخطاب تاعو حطيته شعلت سيجار قاعد في الطوموبيل وندير فليبتي ميمو ومن بعد بوغيت فريمون بوغيت سيد مي فريمون سي انكر مي سي انكرويابل لي بي سال واش داروا في الجزائر سي انكرويابل شي تاع المحال شي فريمون تاع المحال. او ناصر il nous pose une question que veut-il dire سي عيد كنعيط لك que veut-il dire lorsqu'il déclare que ce pays est arrosé par le sang des martyrs de la révolution puis il rectifie pour dire et même في الفتوحات يعني depuis 14 siècle يعني قال لهم هاد الارض مباركه واحد ما يدنا لها دونك هي مباركه واحد ما يدنا لها دونك هو انسان صالح صافي دير هو ولي صالح شيخ زاوي يعني قلت لكم قال لهم مسقيه بدم الشهداء وحتى الشهداء تاع الفتوحات شكون الشهداء تاع الفتوحات الامازيغ اللي كانوا يدزوا في العرب ولا العرب اللي جايين والله العظيم مرسي مشي مورد فكرتني فيها ما انا بقيت ما انا مخي عبس صحة يا مارتين تاع 54 نعرفوه ربي يرحم الشهداء تاع الصحة بصح في الفتوحات شكون الشاهد ولد البلاد اللي قاعد يدافع اللي جاي يدي عليه التيبا والباي والله الاخر اللي جا من هي ما فهمتش درك على من يهضر يبارل دو كي قال لهم انا حاسبين اسمع المحابسية اللي طلقهم ما يعرفش كده المحابسية طلق بصح حاسب 97 موقع نتاع جيراننا ما يسميش نتاع جيراننا فيا فرنسا ويهضروا ورانا عاسينهم لا لا قال 97% ومن بعد قال لك 97 بعد قال لك لا 98 موقع بالحساب سيدي بالحساب شوفوا بون خلينا منه من عذرينه باسكو فريمون بون والله كما جينا تمام الياسر انا مسلمين ربي شافيه لا بلا تعود وتسع ربي شافيه وش لا حب ربي شافيه شافيه لا ما حبش شافيه ما شافيهش انا والله ما مشكلتي هذه الله يسهل عليه ان توكا انا بور موا انا جدي ربي شافيه انا بور موا سيل فون ان كونكور نتاع لي زامبيسيل ش بو تاسوري دي لا بالم دور هو سا سرا زامبيسيل دو سياكل سي تو J'étais persuadé que Louis de Funès ne pourrait jamais revenir sur terre. Exactement. Ah, mais c'est extraordinaire. Hein? Bah, c'est ce que j'allais dire. J'allais dire un air autrement. Côté, au lieu de voir le gars de Malah ou la Fnac, je vais attendre toujours les lives de Bonovras. Après, là, ils vont prendre conseil, surtout Fnac. Il va certainement prendre conseil sur son business. Non, mais tu me seras au bien, Ahmed. Tu as fait un peu de cage. Oh là, c'est des blagueurs. Les PSR, c'est des blagueurs. Ils aiment les blagues. Il joue Masser Chab, il joue. C'est tout. Je suis d'accord avec toi, Lia. Je voudrais dire quelque chose, Marc. Oui. Là où c'est un gars, c'est que oui, tout main dictatorial, tout main. Où est-ce qu'il y a un arba, un président, un moldafa, un dérouche le bris. Où est-ce qu'il y a un bris? Qui est le dictateur? C'est lui ou le CRN? C'est lui le dictateur? كاين اللي سماه في لي كومونتير ابو الدحداح تبون او لا عيب تحكوا على الدحداح والله العظيم يا كيك شوز امبورطون ياس دي مو تري امبورطون لي ستوديون جاي دوله ماشي عسكريه ماشي اسلاميه صافا Ils améliorent le slogan. Il ne s'agit pas de slogan, Ahmed. Les slogans, l'icône derrière, ce qu'on aura, une direction politique, etc., avec des objectifs bien définis. Deula, machi islamia, machi askaria. Deula, déjà, machi askaria ou machi islamia? N'attaque, n'attaque, haja plus symbolique, Ahmed. Oui.
كون لي جون برن الدستور الجديد ويقطعوه ويحرقوه قدام الشعب. لا سي اون اكسيون عندها سيمبوليزم. يا بوكو تريك افير صوف هما البروبليم احمد سي كيتبعوا في لي ديريكتيف نتاع الناس ما كانش فرق بينهم وبين تبون. صح فوالا باسكو كي نروحوا شكون لي زابروتي تاع لو موند لي اسلاميست سي لي زابروتي نيميرو 1 لا بروف 1 مليار 500 مليون تاع مسلم واحد ما عنده الفاكسان واحد ما يخدم دولي بران دونك بون بلاف نخرج من السوجي هذا باسكو نولي نطرش برك من بعد يا ياس والله غير حبيت نسقسيك ديفو على بالك نبقى نكبر روحي اسكو رانا حنا تناوح بغوله ما نفهموش نو حويطه ناكد لك شوف ناكد لك باللي حنا نورمال هما تالمو هما ماشي نورمال كو تعود انت ماكش نورمال باسكو كي تسمعوا لي هضرني قلت لك يعني ما درك سي علي واش راح نقول لك انا بون قدر الله ما شاء فعل خي انت مؤمن كيما انا يا خي ربي قال لك يؤتي الملك من يشاء خي هكذا يا خويا هذا هو الاعجاز الالهي الثاني الاول كان الحمار صالح كي ولا شاف ديتا ماجور سيت ميراكل اعجاز رباني وهذا درك اعجاز رباني يعني باش واحد كيما هذا يجيبوه رئيس في الوقت هذا للجزائر هذه معجزة بالك باش نوقفوا في راجل واحد نفيقوا باش يفيقنا ربي جاب لنا هذا الخنز جو سي با ان لله في خلقه شؤون نحكي يا ياس نحكي لك على واحد هذو لي زونسيان ضباط اللي ما قراوش طبعهم باركور مشاوهم كما قال صالح اه كان واحد الكوموندون كوموندون باز هكا عنده مين يجيبوا له لي بارفور هكا باسي ليهم يسقسي ذاك اللي يجيب له البارفور يقول له يا ابني ياك ما كنخليش يقول له لا والله حضرت غير ما كانش هاي يقول له قرا لي هنا اقسم بالله غير كما يقول لك لا رياليتي تفهموا صحابو داروا له منظاري وطاروها داروها له في البارفور الداخل وطاوها له خلوه اسكو صح يسيني ولا راه يكمل بينا بذكرو تاع سنيا ناديسنيا ولا يضحكوا جاوليه قالوا له هضره تعبك باش ترتاح يا ابني قالوا انا درت فيك ثقه وانت خدعتني ما تحشمش قال له فوالا فوالا الوغ انا جي كومبريز شوف هذه لافير صرات 83 درك عاودت جبدها لي بوبينا هذه جبدها لي رابيدمون وتفكرت باللي صح شوف يا ياس نشوف نروحوا درك ما نبقاوش درك حنا رانا في مدفع لابد عليه هذا الشعب هذا لازم عليه يخير القياده تاعو ويحزم روحه وينظم روحه وينقي البلاد تاعو ولا حاب يقعد هكا مع الشعب مع الناس هذوما تاع الزوي ما نظنش باللي راح يفرج عليهم ربي